السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين والمتابعين محبي ومتابعي قناة عيد للمنوعات، أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل الخير. نصحبكم اليوم في إطلالة قصيرة وسريعة للتعرف على آخر أخبار فيروس كورونا، ولكن عزيزي المشاهد وفضلا وليس أمرا ادعمنا بلايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس على وضع الكل حتى يصلك جديد الفيديوهات على القناة. والآن نبدأ أخبارنا. لا يزال مسلسل زيادة حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في الارتفاع، وذلك في الوقت الذي تتبنى فيه الدول حول العالم إجراءات وقائية واحترازية للحد من خطورة هذا المرض. وأعلنت بكين الثلاثاء أن فيروس كورونا المستجد حصد أرواح 1016 شخصا في الصين القارية، بينما تخطى عدد المصابين بالوباء في البلاد 42600 حالة حتى الآن، بعدما سجلت حوالي 2500 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية. وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات أن الوباء أصاب حتى اليوم 42638 شخصا في الصين القارية خارج هونج كونج وماكاو، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات من جراء الفيروس 1016 حالة. وأوضحت اللجنة أن الساعات الـ24 الأخيرة قد سجلت 108 حالة وفاة جديدة و103 منها في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر ديسمبر. وتكافح الصين للسيطرة على الوباء، وقد اتخذت لهذه الغاية إجراءات مشددة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة. ويعتقد أن الفيروس ظهر أولا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان بسوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير. وقد دفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية، كما دفع العديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين. وقد حذر عالم بارز في الأمراض الوبائية بهونج كونج من أن فيروس كورونا القاتل يمكن أن يصل إلى 60% من سكان العالم، مطالبا الدول الأخرى بضرورة تبني إجراءات احتواء للفيروس كتلك التي اتخذتها الصين. وقالت صحيفة الجارديان البريطانية أن تحذيرات البروفيسور جابرييل ليونج رئيس طب الصحة العامة في جامعة هونج كونج جاءت بعدما قال مدير منظمة الصحة العالمية أن الحالات الأخيرة للإصابة بكورونا لمرضى لم يزوروا أبدا الصين ربما تكون قمة الجبل الجليدي. وأشار ليونج إلى أن السؤال الطاغي هو معرفة حجم وشكل هذا الجبل الجليدي، فأغلب الخبراء يعتقد أن كل شخص أصيب بالعدوى سيقوم بنقل الفيروس لحوالي 2.5 من 10 شخص آخر، وهو ما يعني معدل هجوم يتراوح ما بين 60 إلى 80%. وقال ليونج في تصريحات للجارديان أثناء تواجده في لندن في طريقه للاجتماع خبراء بمنظمة الصحة العالمية في جنيف أن 60% من عدد سكان العالم هو رقم كبير للغاية، وحتى ولو كان معدل الوفيات العام الآن ضئيل فإن عدد الموتى قد يكون هائلا. ولفتت الجارديان إلى أن ليونج الذي يعد واحدا من خبراء العالم في أوبئة كورونا ولعب دورا كبيرا في التعاون مع السارس في عام 2002-2003 يعمل عن كسب مع العلماء البارزين الآخرين، وكان قد حذر في دراسة بدورية لانسيت من أن تفشي كورونا محتمل لأن يزداد بقوة في مدن الصين. وإلى هنا عزيزي المشاهد نصل بك إلى نهاية تقريرنا لهذا اليوم، وعلى وعد بأمل اللقاء إن شاء الله تعالى، وإلى أن ألقاكم في فيديو قادم أستودعكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.